السلام عليكم. كيفية قفل جدار الحماية النهاري؟ طبعا نروح من ستارت، هنا كنترول بانل، راح نفتح الكنترول بانل، نروح على سيستم اند سكيورتي. سيستم اند هنا نروح على ويندوز ديفاينر فاير وول، هنا نجي نوجد التورن ويندوز ديفاينر، نضغط على هذه. فنلاحظ بأنه هنا تورن اون يعني جدار الحماية مشغل، هنا أيضا تورن اون. فحتى نوقف جدار الحماية طبعا نحتاج هذه الطريقة عن تنصيب البرامج اللي تحتوي على أكراك، لأنه هو راح يعتبر البرامج هذه كفيروسات. فبدل تورن اون راح نضغط على تورن اوف، هنا أيضا نضغط على تورن اوف وانقله اوكي. بهذه الحالة راح يتوقف الفاير وول. في حال انه كملنا تنصيب البرنامج نرجع الى نفس الخطوات، نروح على تورن ويندوز ونرجع هنا نضغط تورن اون بدل تورن اوف، فيرجع يكمل لنا حماية الحاسوب.